ازيك يا فؤاد بيه؟ ازيك يا مدام جيهان؟ انا هستناك في العربيه يا فؤاد. بتعمل ايه يا حسام؟ تسمح لي اقعد؟ لا ما اسمحش. طب تسمح لي اوضح لك؟ احنا هنا مش في المحكمه عشان توضح لي حاجه. طب يا فؤاد بيه، بحكم العشره اللي بينا والعيش والملح، انا واقع في عرضك ومحتاج شغل. اي شغل؟ امسك لك الامن، كاشير، حسابات. حسابات؟ عاوزني اسلم القط ومفتاح القرار؟ اسف يا حسام، احنا هنا مكان محترم وبيجي لنا زباين محترمين. قصد حضرتك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس قوي. اتفضل مع السلامه، ويا ريت تمسح نمرتي من عندك. حسام باشا، انا اسف، انا سمعت كلامكم غصب عني. ولا يهمك، ولا يهمك. طبعاً مش ممكن اساعد حضرتك باي حاجه؟ ممكن. امورنا فين؟ ادعي لي يا ابراهيم، ادعي لي في رجعي. ربنا معاك يا فندم. اصيل يا ابني. ابراهيم روح شوفك لاي شغل. بعد اذنك. مش الشغل بس اللي رافضني يا ماما، الدنيا كلها رافضاني، كل الناس، زي ما اكون جربه. اول ما ادخل حته الناس تتفرق من حوالي، اصحابي، معارفي، مستغربوا ان الناس دي عارفاني ومعشراني، بس فجاه ولا كانهم يعرفوني ولا يعشروني. تخيلي النهارده رحت لواحد حبيبي، او يعني المفروض انه كان حبيبي، قلت اقصده في شغلانه كده تمشي الحال يعني. تخيلي يرد علي يقول لي ايه اللي جابك؟ ويختم كلامه بايه؟ امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعتب. والله ماما كنت باجي داخل عليه كان بيقوم يقف. معلش يا ابني، احنا بزمن العجايب، البلاوي ما بتجيش غير من اقرب القريبين لينا. الناس خلاص ما عادش عندها ثقه في حد. صالح يا ماما ان انا بقيت عالي على الدنيا، عالي على كل الناس، حتى عليك انت ومحمد وشام. مش هنضحك على بعض، صدقني ساعات ببص لنفسي في المرايه بحس اني عالي على نفسي. ما تقولش كده يا حسام بقى، ما توجعش قلبي اكتر ما هو موجوع يا ابني. دي الحقيقه يا امي، دي الحقيقه. ده انا مقهور قهره والله يا ماما، مقهور قهره، صبر عليا نفسي قوي. ازيك يا حسام، عامل ايه؟ ايه دول يا محمد؟ ولا حاجة، أنا كنت جاي أشوفك بس ما لقيتكش، مش عاوز حاجة، أنا رايح الشغل. استنى بس، ايه دول؟ ده مبلغ بسيط كده، أنا عارف ظروفك اليومين دول. هي حصلت يا محمد؟ يا حسام في ايه؟ ده احنا اخوات، ده أنت ياما وقفت جنبي واديتني فلوس، أنت ناسي؟ ما تبقاش حساس كده. استنى محمد، عايزك محمد يا محمد، ما انت اهلك في ايه؟ الله، ما تستنى يا اخي. يا حسام انت متعصب كده ليه يا حبيبي؟ مش عايز نتعصب، وانت جاي ترمي لي قرشين بعد ما كنت بديك المصروف؟ يا حسام احنا ظروفنا كلها دلوقتي اتغيرت. وانت بتعارني بظروفي بقى؟ معاش ولا كان اللي يقول كده يا حسام. يا حسام محمد ما يقصدش ان هو يضايقك. يا حسام يا حبيبي، اخوك بيعمل كده عشان المفروض كلنا نقف جنب بعض في المحنه دي. يا حبيبي انت اخويا الكبير، ولو ما وقفناش جنبك دلوقتي هنقف جنبك امتى؟ يا عم انا مش عايز حد يقف جنبي، مش عايز حد. انت ليه حسام رافض اننا نساعدك؟ مش عايز مساعده من حد. يا حسام انت في محنة واكيد محتاجنا جنبك. انا مش محتاج حد ومش عايز حد يطبطب عليا. يطبطب ده ايه؟ انت ليه بتحسبها كده يا حسام؟ لانها ملهاش تفسير غير كده يا ماما.
يا حبيبي، يعني لو حد فينا وقع وقع مش المفروض ان احنا كلنا نقف جنبه؟ انا بقى مش عايز حد جنبه، من بكره اروح شقتي واقعد لوحدي. ده كلام يا ابني، تقعد في شقتك لوحدك وانت في الحاله دي؟ انا مش عايز اشيل هم حد ولا حد يشيل هم يا ماما. طب خلاص يا حسين، اقعد في اوضتك لوحدك ومحدش فينا هيزعجك، بس خليك معانا والنبي. اوه بقى لا لا لا، اخوك حالته صعبه قوي. خلاص يا جماعه، محدش عنده، هو متعصب كده. يعني ايه يا محمد، هنسيبه ينفذ اللي في دماغه؟ لا مش هنسيبه، بس نسيبه يهدى ومحدش يضغط عليه، واحنا من الوقت للتاني ده بنشقر عليه عشان انت. يا ابني انا خايفه لا يعمل في روحه حاجه. لا ما تخافيش يا ماما، حسام عاقل وعارف حدوده كويس قوي. ودي الهلالي هم البيت امه وراح يعيش في بيته في مساكن الضباط. جهز نفسك واستنى مني اشاره عشان لازم نزوره، وزياره قريبه كمان. امرك كبير بالاذن. لو لعبت قدام الباب تاني هقطع له الكرة دي، سامعين ولا لا؟ يلا بر. يا ريت العقد بقى يبقى جاهز بكره الصبح، وبرق الكوافير طبعا مش هوصيك يا متر. متشكره قوي، الله يبارك فيك، مع السلامه. يا ماما الحقيني. مالك يا حبيبتي مخضوضه كده، في ايه؟ مالك؟ في واحد زعلنا ورمى مننا الكرة وكان ماسك في ايده مسدس وكان عايز يموتنا. مين المجنون ده؟ ده اكيد واحد مجنون يرفع مسدس على بنت صغيره. تعالي هنا وريني بيته فين. طب استني، طب هاجي معاك. ايمان دي انسانه غريبه بتدور على مشاكل بملقاه. مدي شويه لوك. اني شقه هي دي يا ماما؟ متاكده يا لولو؟ ايوه هي دي. في ايه يا مان؟ مالها الشقه دي؟ الشقه دي بتاعت حسام الهلالي صاحب معتز الله يرحمه، بقاله اكتر من 3 سنين مش عايش فيها. مفيش مشكله، ما هو ممكن يكون بيأجرها. غرف الايجار. احنا بقى هنفضل كل الشغل. حسام ازيك يا مان؟ وازاي ملك؟ ملك كانت كويسه لحد ما حد فتح لها الباب وخوفها. هي بسم الله ما شاء الله كبرت بقت عروسه. ازيك يا ملوك؟ ابعد عني يا وحش. حبيبتي انا مش وحش، انا انت خايفه مني ولا ايه؟ ولا طبعا خايفه، دي طفله وانت طالع لها بالمسدس وبترعبها، عايزه تعمل ايه يعني؟ ما تخافش. بس يا عمر، ده عمر اخويا يا حسين. اهلا وسهلا يا استاذ عمر. انت وصلت امتى؟ جيت الحق، انا وصلت وما وصلتش. بص بقى ملوكه، مش عايزك تزعلي مني، انا اسف، انا كنت متغاظ عشان انتوا بتلعبوا كوره من غيري، كنت عايز العب معاكم فخرجت زعقت، والمسدس ده لعبه، هجيب لك واحد زيه طلع ميه، ايه رايك؟ خلاص صافي يا لبن. بوسه بقى بتشوق احلقه عشان خاطر عينيك يا احلقه. اتفقنا يا بنت الغالي؟
كل سنة وانت طيبة يا سلمى. كل سنة وانت طيبة حمد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to سلمى. Happy birthday to you. بدور عليك من زمان. فاكر دي؟ فاكرها؟ لو اقدر اذبحك 100 مرة هذبحك.